السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر سؤال بيتسأل دلوقتي هو لو فيروس كورونا ده اتحور الفاكسين كده خلاص مش هينفع ناخده، اللقاح مش هيبقى ليه لازمة. عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم إن الفيروسات نوعين، في منها مبني على دي إن إيه، فيروسات دي إن إيه، وفي فيروسات آر إن إيه. الفيروسات الآر إن إيه بتتحور أسرع وأكتر من الفيروسات الدي إن إيه. طب فيروس كورونا ده أنهي واحد فيهم؟ فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2 ده فيروس آر إن إيه، زيه زي الأنفلونزا، زيه زي الحصبة وهكذا. لكن الحمد لله إن الفيروسات المبنية على الآر إن إيه صحيح بتتحور أسرع وأكتر، لكن معظم التحورات اللي سجلها التاريخ لكل الفيروسات الآر إن إيه إنها بتتحور للأضعف. فلو فيروس كورونا المستجد تحور، احتماليات تحوره لأضعف أعلى من احتماليات تحوره للأقل. طب هل سجلوا حتى الآن تحور في الفيروس كورونا المستجد؟ ده حقيقي، سجلوا كثير من التحورات الجينية في التسلسل الجيني وفي الغلاف البروتيني للفيروس، لكن حتى الآن، وكان في دراسة في جون هوبكنز، إن كل التحورات اللي حصلت دي مغيرتش في الخصائص بتاعة الفيروس حتى الآن. فده يطمننا ان الحمد لله ان لغايه دلوقتي كل التحورات اللي هو سجله تقريبا ما بين 10 ل 14 تحور ملحوظ في 1000 عينه خدوها للفيروس، كلها ما غيرتش الخصائص بتاعه المرض. يعني اللي جاله النوع معين من السلاله وحد جاله نوع اخر، الاثنين خصائص المرض كانت واحده. اختلاف المرض غالبا بيبقى باختلاف الشخص ومناعته وقدرته على مقاومه المرض نفسه. طيب هل لو تحور اكتر ده معناه ان انا محتاج ان انا اغير الفاكسين او اللقاح كل سنة؟ ده حاصل مع الانفلونزا، بس غالبا لما درسوا الفيروس لو ان التحور بتاعه مختلف عن التحور بتاع الانفلونزا. حتى الان الانفلونزا فيروس غريب شوية، الذاكرة بتاعته بتروح بسرعة من الجسم، فبالتالي اللقاح محتاج يتجدد كل سنة. هو اكتر اقرب للحصبة، يعني سارس كوف 2 فيروس كورونا مستجد اقرب للحصبة. الفيروس بتاع الحصبة حتى الان اللقاح بتاعه بقاله اكتر من 40 سنة ثابت ما تغيرش، مع ان الحصبة برضو بتتحور، لكن تحور غير كافي ان احنا خلينا نغير الفاكسين او اللقاح. اللقاح بيخلي فيه ذاكرة كويسة في الجسم ان هو لما يجي بعد كده المرض يقدر يتعرف عليه حتى لو بعد فترة طويلة. فان شاء الله مش عايزين نقلق باذن الله لو في لقاح، مهم اهم حاجة بس يبقى لقاح كويس. لو في لقاح كويس باذن الله حتى لو تم التحور هيبقى ناجع ونافع ان شاء الله ضد الفيروس، وان شاء الله باذن الله ممكن منحتاجش كل ده تماما ونفاجئ ان هو تحول للاضعف ونخلص تماما من الموجة دي. لكن لغاية ما ده يحصل احنا دايما بنقول خلينا نحط في حسابنا السيناريو الاسوأ عشان ناخد حسابنا ونعمل استعداداتنا. يعني كويس جدا ان انا اعمل حسابي ان هيجي اسوأ وهيجي موجة تانية والامر مش هيبقى كويس، لسبب وحيد ان انا اخد استعدادات صحية، مش عشان ابقى متشائم. يعني اعمل في المستشفيات سراير ورعاية مركزة واستعد باجهزة تنفس صناعي واعمل توعية وهكذا، كل ده كاستعداد ان لا قدر الله حتى لو في فرصة 1% لو جت الموجة اشرس موجة تانية او تم التحور، لو جت وانا مستعد كويس جدا انا مستعد، لو ما جتش كويس. لكن تخيلوا لو العكس هو اللي حصل، انا تفائلت وقلت استحالة تيجي موجة اوحش وباذن الله مش هيتم التحور فما اعملش اي استعدادات وتيجي موجة تانية، ساعتها هتبقى اوحش من الموجة الاولى. ان شاء الله خير.